مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة، وألف مبروك فوز الأهلي على مصر المقصف. أول مباريات الدوري طبعا بالنسبة للنادي الأهلي. ثلاث نقط مهمين. ليه ثلاث نقط مهمين؟ لأن دايما البدايات مهمة، دايما البدايات مهمة بتسهل مشوار الدوري بعد كده. كل الفرق داخلة بدوافع كتير، كل الفرق مجهزة نفسها سواء بصفقات أو كل فريق عنده دوافع أن هو طبعا يكون قدام البطل أفضل حاجة، وكمان أنه يحقق مركز متقدم في الدوري. الحقيقة شفنا مباراة حلوة وممتعة، هنتكلم فيها بالتحديد وبالتفصيل أنا وأحمد. أنا لحقت أطول كده يا أحمد. خدي فرصتك يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد. في إيجابيات وسلبيات طبعًا كتير لمباراة امبارح، هنتكلم عليها بالتفصيل. طبعًا. مبروك بداية أول ثلاث نقط في مشوار بطولة الدوري، لكن خليني أقول إنه البداية بشكل عام مطمئنة ومبشرة. يعني تشوفي فرقة النادي الأهلي امبارح، طبعًا في ايجابيات وفي سلبيات، لكن الحقيقه انه البدايه دايما والبدايه بتبقى صعبه. يعني صحيح احنا مفنشين سيزن ابطال ثلاثيه وده شيء يعني عظيم جدا، لكن دايما برضو البدايات بتبقى فيها نوع من الصعوبه، خصوصا انه الحافز زي ما ساره كانت لسه بتتكلم، هو الحافز هيكون موجود عند كل فريق بيلعب النادي الاهلي واللاعب بطل افريقيا، وده شيء احنا تعودنا عليه واعتقد نجوم النادي الاهلي تعودت عليه. لكن من اهم الايجابيات امبارح انه الفرقه ظهرت بشكل كويس، قدمت اداء الى حد كبير جدا الناس راضيه عنه. محمد شريف امبارح مكسب، كهربا امبارح مكسب، عوده ديانج مكسب، دكه الاهلي انك انت تبقى قاعد ومرتاح انه الدكه تقيله قوي وانه ما عندكش مشاكل لا قدر الله في حاله احتياجك لاي لعيب في اي مركز في الملعب، عندك بدائل على اعلى مستوى زي اللي موجوده في التشكيل الاساسي. دي مكسب كبير جدا عانينا منه الحقيقه السيزون الاخراني. النقط السلبيه فيما يتعلق بالكوره، انا بشوف انه لسه الانسجام، وده شيء طبيعي ومنطقي، لسه الانسجام مش في اعلى درجاته بين الفرقه، خصوصا انه في عناصر كتيره انضمت يا ساره. ناصر ماهر واصابته امبارح بعتقد ده برده من الحاجات اللي ما كانتش يعني او كانت من الحاجات السلبيه بشكل كبير، وان شاء الله نطمن عليه ويكون جاهز ان هو يكون مع الفرقه في اقرب فرصه. الميس باس، وده كان شيء بالنسبه لي غريب، كميه الميس باس اللي حصلت في ماتش امبارح بالنسبه مقارنه بارقام النادي الاهلي في السيزون الاخير تخليني اقول في علامه استفهام، ولكن خلينا نقول انه ممكن يكون شيء منطقي دايما مع الانطلاقه ومع البدايه.